السلام عليكم اخوتي المغاربه، انا الجاوي عائشه، ساكنه في دوار ولاد المعزه الحجر عين حروده. الله يرحم الوالدين. عندي واحد المشكله كبيره وبزاف، هذه تقريبا 20 عام وانا كنموت وانا كنتعذب. الزوج ديالي الله يرحمه مات وخلى المراه الثانيه وانا، وملي مات عنده الدراري، واحد الواحد فيهم مهندس الدوله، قصى عليا بزاف ومحني بزاف ومرتني بزاف وما شافش فيا بقلب الرحمه، وكيعرف كيفاش كيدير تحايلات. واحد النهار تيكون زوين واحد النهار كيكون خيب، تيهضر معايا وتنمشيو نداعاو، يعني بزاف الحوايج كيديرهم معايا انا ما فهمت والو. ومؤخرا عاد فهمت، نصب عليا انا والوليدات ديالي يتامى. خل الزوج ديالي الله يرحمه والي برحمه الله، ولدت مع ثلاثه الوليدات، الصغير خلاه عنده عامين وست شهور، الكبير خلاه عنده 7 سنين، الدريه خلاه عنده 5 سنين. من هذاك الوقت وانا كنقاسي. دابا الصغير عنده 21 سنه ويتعاون مع خوتو، تبارك الله تيقراو مزيان ويتهلا فيا ويتهلا فيهم. هو دار العكس، ناض جاب واحد الخبير، من جاب هذاك الخبير ما عمرو طلب الفراق، ما عمرو جمع الورثه وطلب الفراق، وبغى كل واحد يعطيه حقه. لحقيته الزوج ديالي خلى واحد الدار في دوار ولاد المعزه الحجر، وخلى الفيلا في عين السبع شارع حميد بن باديز. يعني هذا هو الورث اللي خلى، وخلى لي الدراري صغار، هما خلاهم كبار وهما كلهم الله يعمرها دار. وتا هذا ربيبي مصطفى تا هو كنطلب الله يطيح الرحمه في قلبه، ولكن يقصى معايا بزاف ومحني، ودائما انا عندي معاه مشكل، دائما انا باغا نشري معاه الخير وهو كيشري معايا العار، دائما مكرفصني وما تفهمش ليا. ومؤخرا فاش جاب الخبير دار واحد الثمن خيالي، النخله دارها كتعطيني 1500 في الشهر، نخله نظام من عند الله، بير دار فيه 160 متر، واش كنسقيو منه العسل؟ هذيك القطعه ارضيه داير بها الحيط وفيها شي كراجات ما حلهمش. الزوج ديالي الله يرحمه ويواليه برحمته الله ما حلهمش، داروهم شركات وداروهم معامل وانا اللي كنتصرف فيهم، وهما ديما حاضرين، الورثه كلهم ديما حاضرين في هاد الدار اللي دار فيها هاد الكذوب، دائما حاضرين فيها. هاد الشركات اللي دايراهم كاين الوراق ديال الضو كيحكموا، وكاينه السلطه المحليه كتحكم. والساعه فاش جاب الخبير يعني انا تندافع على راسي، داك مشيت عند السلطه المحليه، عطاتني ورقه اداريه يعني القيد، راه بحالو بحال الخبير ولا اكثر، تا هو معترف به، راه كلشي كيديروا القيد في السلطه المحليه. عون قضائي جدته لغاوه ليا، درت معاينه قضائيه يعني الوثائق ديالي باش ندافع على راسي بنه هذا الخبير. راه جابوا مصطفى ودار عليا الزور وبغى ينصب على رزق خوتو، بغى ينصب عليهم خوتو اليتامى اللي قاسيت باش يعني وصلوا لواحد المستوى زوينه وما تشردوش هاي. والحمد لله تعاونوا معايا كلهم، ولكن هو خدام بعقله باغي ينصب، خدام بعقله باغي ينصب، جاب الخبير ودار هاد المصيبه. هاد المصيبه اللي دارها يعني دار لي انا عندي الشركه، انا داير الشركات في دارهم اللي كيعيش فيها هوايا، هو فين كان غايب من اللي كانوا الشركات خدامين؟ علاش ما شدش الخدامه؟ علاش ما شدش العساس؟ علاش ما يعني ما تصرفش تصرف اللي معقول وتبتوا عليا؟ ما حتى شي حاجه ما كاينه، حتى شي وثيقه ما كاينه ضدي، حتى شي حاجه ما كاينه ضدي. والخبير يعني كتب على اقوال الورثه، واش انت خبير مخرجك المحكمه باش تشوف بعينك وتسمع بودنك ولا دير على اقوال الورثه؟ راه الخصم ملي كيكون ما بين هذا وهذا كل كيقول اللي بغى، انت طيقه فيك المحكمه وخرجاتك باش تجيب لها الدلائل والوثائق ودير شي حاجه اللي هي معقوله. انت درتي داك الشيء خيالي على مراه عندها اليتامى محشومه من جهه الله، وانت واحد الراجل محلف. واليوم انا اللي كنطلب الله يرحم الوالدين، بلا ما نقوي عليكم، راه مشكلتنا راه 20 عام وانا كنقاسي، راه فيها بزاف الهضره. الله يرحم الوالدين، الخلاصه كل من شافني وكل من بغى يتعاطف معايا، انا ما باغاش الفلوس،
انا ما باغاش شي واحد يعطيني شي حاجه، انا باغا بغيت القلوب ديالكم، بغيتكم تعيشوا معايا في هذه القصه. انا راني مظلومه، راني مظلومه والله العظيم، انت مظلومه ووليداتي مظلومين، وانا كنطلب الله تبارك وتعالى اللي في قلبه الرحمه، ها المكان باقي وها البيار باقين وها النخله باقه وها الجرده باقه اللي داير بها الحيط. خبير كيصرح بانه كاين البنان والتفاح والخوخ والزيتون وكاين البيار باش كيتسقى هادشي. الا لقيتو شي بير كيخدم اكثر من ربع ساعه طيحوني فيه وردموني. رحنا في بلاد الحق، رحنا في بلاد القانون. لا يعقل انا دايره الشركه، ثلاثه الشركات اللي دار ليا ودار ليا بانه انا كنتصرف هنا، وحانوت ديال التجاره كيصدر تيصدر بالجمله، وهذا الحانوت راه هو اللي جايب ليه خدام وهو اللي كيستغلو، وهذا الخدام باقي داك هشام السبع هو اللي مدخلو هو اللي كيستغلو هشام السبع. انا ما كنشوفوش هذا الحانوت، ما كنتصرفش فيه كاع، ما عمرني انايا تصرفت في هذا الحانوت. مصطفى اللي كيستغلو وداير فيه الخدام ديالو، وهو باقي الان وعنده مشاكل معاه. راه الواحد اللي كان يهدر الفم كيقول اللي بغى، ولايني انا راه كنقول في شي حاجه اللي عندي الدلائل وعندي الوثائق. كل من بغى يكون في جنبي ويكون من بغى يعاونني، انا راه عندي الوراق وعندي الوثائق، انا ما تنكذبش، انا راه كنقول اللي كاين. عاونوني الله يرحم الوالدين، عاونوني راني محتاجه لكم اخوتي، عاونوني عاونوني. راه مصطفى راه ما بغاش ينعل الشيطان، ما بغاش ينعل الشيطان، وانا لحد الان انا مستعده، انا مستعده الا بغى ينعل الشيطان كالله الغفور الرحيم، ونديروا ونطيحوا الرحمه بيناتنا ونديروا تسامح. ولكن انا ما بغاش، انا مزاوقه فيكم، انا مزاوقه فيكم. ماشي غير مصطفى اللي كاين في الدنيا، وماشي غير مصطفى اللي عنده الفلوس، وماشي غير مصطفى اللي بغاها يديرها. لا، راه كاينين خوتي وكاينين خواتاتي، وكاين محمد السادس الله ينصرو ويخليه لينا، لهلا يخطي علينا. الله يرحم الوالدين. انا ما شوفوا فيا بعين الرحمه، راني مريضه، راني تمحنت، راه العقل ديالي خرج، راني انا ما غنصبرش في مصطفى باش ينصب ليا على الدراري. انا ما غنصبرش، راه ما عرفتش انا شنو غادي ندير. انا كنطلب الله تبارك وتعالى، وكل من شافني وكل من سمعني وكل من حس بيا، الله يرحم الوالدين. انا ما باغا المعاونه غير بقلوبكم، انا بغيتكم تعيشوا معايا في هذه القصه. انا وليداتي كيقراو مزيان، خوت مصطفى، انا وليداتي باغا الخير كلشي، انا ما باغاش الورد. بالنسبه لي انا ما باغاش الورد، انا باغا خوتي يتجمعوا، انا باغا الرحمه طيح في قلبهم مع بعضياتهم. باهم مات الله يرحمه ويولي برحمته الله، انا بغيت مصطفى يكون بات خوته، انا بغيت التسامح يكون ما بيني وبينه. هذا المحل هو موجود وباقي الان. العار الا ما عتقوا هذا الملف راه كيلحق، راه تيلحق الا ما قطروا له شويه الماء وتحكم هذا الشيء بالعدل. الله يرحم الوالدين. انا كنوجه نداء للقضاء ديال استئناف، والقضاء ديال النقد، والقضاء ديال الابتدائيه. انا كنوجه لهم نداء يشوفوا فيا بعين الرحمه. وانا هاد الخبره انا ما بغيتهاش وما قبلتهاش، واستانفت بخمسه المليون. الله اللي مطالع شكون عاوني، عاونوني غير المحسنين. من اللي بديت كنتركل وتسطيت وبغيت انتحر فيها، والاستاذ ديالي طلب خبره مضاده وما تقبلاتش في الابتدائيه، والاستاذ ديالي طلب خبره مضاده في استئناف وما تقبلاتش. احنا الوثائق ديالنا ما تتقبلوش، قال لك المحكمه قالت لك الخبير محلف. واش سيادي، واش القائد ديال السلطه المحليه ما محلفش؟ وعلاش بارك في القياده وتيبيع تيقضي كاع الاغراض وشهاده السكنه باش كتصاوب لاكارت ديك وين كيسيني فيها؟ ملي ما هذاك القائد ما معترفاش بالدوله، راه هو البدايه، هو البداية ديال درجة درجة درجة. أي حاجة كتمشي تصاوبها في القيادة عاد كتمشي لبلايص أخرين. واش العون قضائي؟ العون قضائي جدته دار معاينة، واش ما محلفش؟ أنا اللي الوراق ديالي ما تقبلوش، غير أنا اللي هاد الناس اللي خدموا معايا الخبير فوق منهم.
واش سميتو واش داك درت جيراني الجيران اللي كنت اللي حدايا كلهم ما كاينش فيهم شي واحد صغير. درت موجب بربعه العدولات تا ورفضوه ليا موجب عدلي. واش واخوتي راه هادشي راه الظلم راه النهب. هاد السيد باغي ينصب عليا وعلى خوتو اليتامى وكيجيبهم حتى الامتحانات وكيدير لهم المشاكل. هاد الناس اللي هما داك جبت من عندهم الوثائق واش هاد الناس ما مقبولينش في الادارات؟ واش ما مقبولينش عليا ولا ما مقبولينش لكل شيء؟ راه السلطه المحليه جبت منها الوثائق العدولات داك العون القضائي الشهود راني ما خليتش في جهدي ما بغيتش حقي يضيع ليا وعندي الوثائق. راه مصطفى ما عندوش حتى ورقه الا الخبير عطاه الفلوس ودار ما بغى. راه والله العظيم وتشوفوا هاد الخبره وتشوفوا هاد المحل راه والله اخوتي يا تدعشوا معايا القساوه ديالي. راه والله العظيم راه والله العظيم يا واحد فيكم ما يصبر على هاد الفضيحه اللي وقعت لي وقعت لوليداتي. فين غادي دابا الوليدات اللي تيقراو فين غادي يخرجوا؟ فين غادي يخرجوا؟ مصطفى عنده فين يمشي وعنده الاملاك ديالو وهاد الوليدات اشنو ذنبهم اللي يمشيو للشارع؟ اشنو ذنبهم بنت ولد؟ اشنو ذنبهم؟ وهاد نعني الا بغيتو تثبتوا هاد مصطفى ملي انا داير الشركات ديال النسيج وهو كيعيش معانا ما كيخطاناش. واش هدف؟ شوف اشنو داير شوف اشنو داير بحال هو ما كاينش هنا. يجيب لي خدام يجيب لي عشاوش ثلاثه الشركات دايرهم ليا وشحال شحال 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 انتم غتشوفوا الخبره خوتي اللي غادي يعيش معايا في محنتي. اي شي حاجه بسيطه طلبوا لي. واش على ما نحن انا فين عايشه؟ فين عايشه انا؟ عايشه في السماء ولا تحت الارض؟ ما كيشوفني حتى شي واحد. لا يعقل ما لا يعقل مصطفى ما يحصلش على شي دليل ملي داير ليا انا عندي ثلاثه الشركات ديال النسيج وعندي المحل تيصدر بالكرو وانا متزوجه وداك وكاينه في بلاصه اخرى والوليدات كيعيشوا معاه. الله يرحم الوالدين الله يرحم الوالدين. انا ما نشوفه من حالي وداير ليا قاعه الافراح هي المكازا كان باه الله يرحمه ويواليه برحمه الله كيدير فيها الدجاج الرومي وها هي باقه بالتيوات ديالها باقه قريبه باقه بيستاسيون ديال داك الشيء البوطات ديال الغاز وباقي داك الشيء قديم ومبوري ماشي يلاه كذوب يلاه جديد. الله يرحم الوالدين الله يرحم الوالدين. راه قلبي مشوي راني قلبي مشوي راني محنه راني مرتا. الله يرحم الوالدين الا ما عتقوني لله عتقوني لوجه الله واجي وشوفوا اجي وشوفوا باش تعيشوا معايا وتشوفوا محنتي. مصطفى نصيح باش يكون قدوه لينا ويجمع الوراثه كل الله يعطي حقه. قابلني وقابل دوك الوليدات وبغى يغصبهم ونصب عليهم ومشى جاب خابي وعطاه الفلوس ودار هاد الكذوب كلشي دارو. الله يرحم الوالدين. انا مزوجه انا بنتكم انا مزوجه فيكم انا بنتكم ولادي ولادكم وانا خدكم وانتم والديا وانتم خوتي وانتم احبابي. ولا لقيتوا شي حاجه كذوب عليا ديروا فيا ما بغيتوا. انا كنوجه الراي العام اللي داخل المغرب وخارج المغرب شوفوا فيا بعين الرحمه. راني ما باغا والو انا باغاكم تعيشوا معايا المحنه ديالو القسوه ديالي وديروا لي حل. انا مزاوقه فيكم انا مزاوقه فيكم. والله ينصر محمد السادس الله ينصر محمد السادس. والحمد لله احنا في بلاد القانون الحمد لله والشكر لله. الله يرحم الوالدين والسلام عليكم.